يحتفي العالم يوم غد الجمعة 18 نوفمبر باليوم العالمي للفن الإسلامي، رغم ما نشاهده من ضمور لهذا الفن المعماري، رغم ما قدمه هذا الفن من جمال على مر العصور. للحديث أكثر انضم معنا عبر شاشة استوديو SBC أستاذ العمارة بجامعة الملك عبد العزيز البروفيسور هشام مرتضى. بداية نمسي عليه بالخير ونقول أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم وشكرا على استضافتي. أهلا وسهلا، حياك الله. طبعا بداية حابين ناخذ هذا المفهوم بشكل مبسط، ما هو مفهوم العمارة في الفن الإسلامي؟ طيب طبعا العمارة الإسلامية والحديث عنها موضوع يعني شيق جدا، والمسلمين طبعا منذ أزل التاريخ يعني منذ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خلقوا ووجدوا ربنا يعني أدخل يعني أعطاهم الدين الإسلامي سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، فلهذا السبب طبعا المسلمين ظهرت عندهم عمارة جميلة، عمارة تدخل القلب، عمارة مبنية على العقل والذوق. فالعمارة يعني هو ما في عمارة إسلامية، في عمارة مسلمين، يعني لأن المصادر الشرعية في القرآن والسنة لم يجد فيها تحديد معين لتفاصيل هذه العمارة، لكن العمارة الإسلامية ظهرت كانعكاس لتعاليم والقيم التي أتى بها الإسلام واتبعها المسلمين منذ القدم. وطبعا هي طبعا امتداد للأنماط العمارة كانت موجودة في السابق، ففي بلاد الشام بني أمية طبعا عندما يعني حكموا في الشمال وكانت هناك العمارة الرومانية، والمسلمين هناك أو الأمويين inspired بالعمارة وطوروها مثلا أما تعليمهم وثقافتهم الإسلامية. نفس الشبيه كان هناك العمارة الفارسية والهندية والعمارة في وسط آسيا، ولا ننسى عمارة الأندلس شمال أفريقيا. هذه كلها طبعا خلقت وأوجدت مفهوم العمارة الإسلامية التي يعني في هناك حاجة اسمها unity with diversity، أو في التكامل مع التباين، ففي روح واحدة كلها في هذا أنماط العمارة، سواء في الأندلس أو في الهند أو في أوزبكستان أو في مصر أو في اليمن، في تباين حسب الموقع الجغرافي لكن الروح واحدة. فنجد أي مبنى في عناصر معينة حتعرف على طول إنه this is Islamic architecture أو هذه عمارة إسلامية أو عمارة مسلمين. طبعا الروح الرابط هو الزخارف واللي هي زهرية أو جيوماتيك هندسية، بتكون طبعا مطبقة بأشكال وتأليفات ويعني panels يعني متلائمة حسب المبنى وحسب الوظيفة اللي يعني موجود فيها هذا النمط. فبالتالي عمارة المسلمين عمارة رائعة، عمارة يعني للأسف الشديد ما هي الآن، أنا ما بدي أقول اندثرت، لكن في ظروف مختلفة ربما غيرتها عن توجهها، أو ربما يعني جعلتها يعني ليست في المتناول اليومي للسكان أو الأهالي أو المسلمين يعني. وطبعا يعني هو المواد المستخدمة يعني في هذه التشكيلات اللي هي سواء البورسلان والجص يعني ما زالت موجودة، وهذا الفن يعني زي ما قلت برضو اتنقل يعني الأندلسيين عملتهم في البيت اللي هي في الأسقف تنقلت إلى جنوب أمريكا وأمريكا الشمالية مع رحلات كريستوفر كولومبس، وتجد إنه معظم المباني التي يعني عملها الأسبان في القرن السابع عشر في جنوب أمريكا وجنوب الولايات المتحدة كلها فيها الطابع الأندلسي وروح العمارة عمارة المسلمين يعني. نعم. بس حابين اللي يعني نبى نركز عليه كمان، يمكن مو كثير من المشاهدين يعرفوه، نبى نتكلم عن عمارة المنازل والقصور الإسلامية. إيش أبرز النقوش اللي ممكن نتكلم عنها اليوم؟ يعني الشخص إذا شاف نوع من النقوش يقدر يقول هذه نقوش إسلامية. طيب هو طبعا كما ذكرت يعني تعاليم الإسلام يعني حرمت استخدام الأشكال البشرية
يعني زي الموجود في منظمات العمل الأوروبية والى اخره، في تقارب. لذلك استبدل المسلمين ذلك بالاشكال الهندسيه والاشكال الزهريه. فهذه هي اليونتس الوحيده التي استخدمها المسلمين في زخارف قصورهم وزخارف بيوتهم على مر العصور، سواء بدايه عهد الرسول صلى الله عليه وسلم او الخلفاء الراشدين وانتهاء بالعصر العثماني يعني. فهذه كل الوحدات هي تم استخدامها وقد ويعني تجدينها في معظم الدول التي كانت تابعة للخلافة أو الدولة الإسلامية، سواء في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب. فطبعا يعني من ناحية الخامات طبعا التي كانوا يرجعون لها يعني هي بالشكل الأساسي الفسفساء أو الخشب أو البورسلان، هذا بشكل عام. وفي بعض الأماكن ظهرت طبعا زخارف على النوافذ أو تشكيلات باستخدام قطع الزجاج الملونة على أساس تدي نوع من الدراماتيك لايتنج في الفراغات الموجودة. يعني لما يكون عندك شباك مزخرف بأشكال هندسية تدخل بها أشعة الشمس بألوان مختلفة طبعا من الزجاج، تدخل أشعة الشمس الداخل، طبعا هذا بيديك نوع من الدراما في الإضاءة، وخاصة في مساجد يعني في الهند وفي في الأندلس كمان في كوردوبا في قرطبة. فهذه طبعا برضو فن آخر من أو طابع آخر من الأعمار الإسلامية التي كانت موجودة على مر العصور. بروفيسور هشام، يعني الآن بنتحدث على تفاصيل جدا رائعة بصراحة للعمارة الإسلامية، وفيها تفاصيل يعني مع أشعة الشمس ومثل ما ذكرت يعني تفاصيل جدا رائعة، لكن ما هو سبب ضمور هذا النوع من الفن؟ وهو نوع يعني جدا رائع وله طابعه الخاص والإضافة المميزة للمكان. طبعا التغير حدث يعني مع بدايات أو يعني مع بدايات القرن العشرين، ظهرت الخرسانة وظهرت أنظمة البناء وظهرت أفكار العمارة المعاصرة في الغرب، فبالتالي هذه كلها أثرت على البيئة العمرانية في العالم الإسلامي يعني. فبالتالي ظهرت يعني مباني اللي هي مسخ تعتبر للأسف الشديد، ما فيها الروح، ما فيها الطعم، ما فيها المذاق الفني، هي عبارة عن فراغات غرف إلى آخره يعني تتلائم مع الحياة اليومية أو المعاصرة للسكان، لكن هل هناك فيها روح فني؟ لا يوجد. فبالتالي يعني كل هذه العوامل اللي هي أنظمة البلديات، School of Architecture اللي ظهرت في الغرب، مواد البناء الحديثة كونكريت خرسانة، يعني بعض الأحيان في هناك صعوبة أنك أنت توجد أعمار إسلامية بزخارف وبقباب ونقوش ونوافذ زجاجية ملونة وإلى آخره، هناك صعوبة بالغة. بالإضافة للشيء الآخر اللي هو اندثار الحرف اليدوية اللي كانت مرتبطة بهذه العمارة. يعني الآن ما عندنا النجارين اللي يحفروا على الخشب عشان تسوي لك سقف جميل أو شباك أو ظرفة شباك جميل أو باب جميل، هذول انقرضوا يعني يمكن موجودين ربما في بعض الدول الآن، لكن برضهم في سبيل من الانقراض. نفس الشيء بالناس اللي يشتغلوا على الجبس وزخارفه وإلى آخره، برضو هذول الآن لم يعد لهم وجود، الأسقف يعني. فهذه كلها عوامل للأسف الشديد أدت لانقراض أو أخرى فارشيك اللي هو خلاص ذوبان العمارة الإسلامية وطغيان العمارة المعاصرة عليها. بنشوف الآن صار كثير من الناس يتجهوا لفكرة المعمار الحديث أو الديكورات الحديثة أكثر من مثلاً النقوش الإسلامية أو النقش القديم يعتبر. برأيك إيش هي الأسباب لتوجه الناس لهذا النوع من الديكور الحديث؟ طيب أنا عشان في بعض الأحيان يعني هقول لك حاجة، أنا في بعض الأحيان عشان أخلي الناس مثلا في السعودية أو في مصر أو المغرب أو الهند يرجعوا للعمارة الإسلامية، أقوم أسوي حاجة احتفال للعمارة الإسلامية في الغرب. فمثلا أقدم محاضرة في أمريكا عن
الضوء واللون في الأعمال الإسلامية. أو أجيب أمثلة لبعض المحاولات في الغرب لإدراج العمارة الإسلامية في العمارة المعاصرة. هذا طبعاً بيخلي كثير من الناس بيتحمس أو شوف الأمريكان أو الألمان أو الفرنسيين الآن يتذوقوا العمارة الإسلامية اللي هي من هي أصلاً الفني وهي يعني تراثنا الموجود. فبالتالي يعني كما ذكرت هناك كثير من الأسباب، والناس بدوا يحسوا إنه والله المبنى الخرساني هذا الجميل اللي عامله مثلا المعمار المشهور او المعماريه المشهوره ذا حديد الاخري ما ادري اسمها، لكن فبالتالي هم بدوا يعني يفتتنوا بانماط المعمار المعاصره وطبقوها. لكن صدقيني يعني الان في المملكه مع رؤيه 2030 العماره الاسلاميه او العماره المحليه ترجع بقوه، لانه الان معظم مشاريع الجيجا بروجكتس اللي هي اسمها مرتبطه بالهيئه بال 2030 تنص وتحرص على عودة التراث الإسلامي، التراث المعماري المحلي اللي هو جزء من العمارة الإسلامية بشكل عام، يعني عمارة جدة، عمارة الحجاز، عمارة نجد، عمارة عسير، هذه جزء من أنماط العمارة، عمارة المسلمين في أنحاء العالم يعني. وإن شاء الله حتشوفوا كثير مشاريع في هذه الروح من جديد. جميل جدا استاذ العماره بجامعه الملك عبد العزيز البروفيسور هشام مرتضى، يعطيك الف عافيه على انضمامك معنا عبر شاشه استوديو اس بي سي لليوم. شكرا لك، معكم وتمنى التوفيق ان شاء الله. شكرا لك. رح نكمل في اخر فقره في يوم الخميس.